بفاميلي لليوم موضوعنا هو عن العلاج بالموسيقى، وضيفتنا هي دكتور كارول سعادي، معالجة نفسية وأستاذة جامعية. العلاج بالموسيقى مش بس قديش الموسيقى ممكن تكون مهمة لإلنا، ممكن كمان تستعمل لحالها كعلاج لمجموعة من الأمراض النفسية. رح نفوت بالعمق أكثر. كارول صباح الخير. صباح النور. لما بنقول ميوزيكوثيرابي هي موجودة كثيرابي معترف فيها عالميا، تستعمل؟ نعم طبعا، اليوم عم بتكتر الدراسات كلها يلي عم تشتغل على هذا الموضوع. نحن بنعرف انه الموسيقى هي لغة عالمية، وهي من زمان كان يعالج فيها الشعوب القديمة، كانت تعالج بالموسيقى. بس هلا ابتداء تقريبا من 1960 بلشنا ناخذها بعين الاعتبار كعلاج نفسي، وهي عم تدرس ببعض الدول مثل امريكا وكندا واستراليا. يعني هي عم بتكون دبلوم بحد ذاته، وعم بينفتح كابينه وعم تستعمل بالمستشفيات لعلاج المرضى، مش بس بالحالات النفسيه حتى بالحالات الجسديه. يعني شو تاثيرها هالموسيقى على الدماغ لتستعمل كعلاج لحاله، لتكون لحاله ثيرابي؟ يعني اليوم بكفي انه واحد يسمع موسيقى معينه حتى يحس يا اما ببياناتر، يا اما بيرتاح نفسيا، يا اما بيعصب اوقات من وراء موسيقى ما بيعرف انه هي اللي عصبته. فقد ايه هيدي الموسيقى بتدق بنفس الانسان، يعني هي بتدخل وبتخرق امور كثيره، بتخرق الوعي وبتدق باللاوعي، وممكن توعي امور كثير عند الانسان يمكن يكون ناسيها. فقد ايه مهمه، وقد ايه ممكن كمان تؤدي لافرازات بالدماغ، قد ايه ممكن تؤدي لافرازات تريح الانسان، تسمح له فولا مثل اندورفين، يعني كل هالنيورو ترانسميتر كمان يلي بخلوا للانسان يكون حاسس حاله مرتاح نفسيا وحاسس حاله هيك ريلاكسد يعني ببعض الاوقات. بدنا نذكر كل اللي حابين يتصلوا ويطرحوا اي سؤال حول هالموضوع والموسيقى بحياتهم، او عندهم تجارب حابين يشاركونا فيها، يتصلوا فينا على 0444444. كارول، دكتور كارول، انا ما وضعيت لك كارول، مش دكتور كارول. امتى الموسيقى بتبلش اهميتها بحياه الانسان العاديه بعيدا عن ثيرابي؟ هلا بنحكي عن سكيزوفرينيا والاوتيزم والديبرسيون وغيرها من الامراض النفسيه، بس اهميه الموسيقى امتى بتبلش؟ مزبوط من وقت ما بيكون الجنين ببطن الام بعده، يعني من اول ما يبلش يتكون الانسان؟ يعني هيدي شغله كثير اليوم كمان دراسات عم بتشدد على أهمية الموسيقى عند الجنين. نحن بنعرف أنه هو يعني لتقريبا الشهر السادس يبلش يسمع مضبوط الأصوات الجراف، يعني هي الموسيقى اللي واطية يلي بتوصل. الأصوات الأجيو ما بتوصل للجنين، بس حتى من أول الأشهر ممكن أنه يحس بالفيبراسيون تبع الموسيقى من خلال، لأنه بيكون تكون الكران تبعه، بيكونوا كل العظام تكونوا ومن خلالهم بيقدر يحس بهالفيبراسيون. هلا ما في شك انه الموسيقى يلي بتخلق كمان حاله من الفرح عند الام اوقات بتنتقل بشكل هرمونال كمان للجنين. وبنفس الوقت يعني في كثير دراسات بينت اهميه الموسيقى يلي بتاثر على الجنين بشكل صحي، من انه بتزيد له اوقات النوم، اوقات الريحه، بنشوفه شوي مبسوط هيك بالايكو ببين انه يا اما عم هيك يتحرك بطريقه حلوه. فمن هونيك انه الموسيقى اللي بتحبها الام بضل بحبها الولد، واللي بتكرهها الام بضل بيكرهها الولد. هلا ما فينا نقول لهالدرجه انه الولد عنده هالميموار او هالذاكره يلي بتخلي هالقد تفاصيل، لانه الموسيقى هي اجتماعيه كمان والتكرار. بس المزبوط انه من بعد ما يخلق الولد اذا كان تسمع على كذا نوع من الموسيقى بيقدر يميز بيناتهم، بيقدر يحفظ موسيقى معينه ويرجع يعمل ردات فعل حلوه من بعد ما يكون خلق. خلينا نحكي عن الأمراض النفسية اللي بتعالج بالموسيقى. كل الأمراض النفسية ممكن تتعالج بالموسيقى، أو هي الثيرابي بار لا ميوزيك يعني كمان بارت من العلاج، منا علاج لحاله؟ أكيد اليوم في فرق بين الأمراض النفسية. في أمراض نفسية يعني ما فينا نقول إنه منا بحاجة لعلاج دوائي ولا علاج كمان معرفي وسلوكي، بس الموسيقى أكيد فيها تساعد بكثير حالات، من الاكتئاب للأوتيزم. اليوم كمان في كثير دراسات على التوحد بتبين قد ايه في تواصل، لانه اليوم بس نحكي موسيقى عم نحكي عن كوميونيكاسيون، عم نحكي عن تواصل، وعم نحكي عن لغه الجسد. يعني قد ايه هيدا الانسان بيقدر يتعود اذا مش
بالبارول إذا مش بالكلام عم يقدر يعبر عن رأيه أو عن مشاعره، في عبر بجسمه، في عبر بالموسيقى، وحتى عند الاضطرابات النفسية يعني من انفصام بالشخصية إلى اضطرابات ذو القطبين، هولي كلهم ممكن أنه يستفيدوا بهذا الموضوع لأنه بتحرر لهم كتير مشاعر. شو بشكل اللي بحرر لهم تحديدا؟ سماع الموسيقى، عزف الموسيقى، تعلم الموسيقى، شو؟ هون بدنا نحكي شوي عن التكنيك. يعني هون بدنا نذكر أنه في شيء بنسميه ميوزيكوثيرابي ريسبتيف، يعني الشخص بيكون عم يتلقى فيها موسيقى معينة، وأكيد إذا الموسيقى بدها تكون مدروسة بشكل أنه تساعد هذا الشخص ما تضره، لأن هلأ منشوف كمان في أنواع موسيقى ممكن تضر. فلما نكون عم نحكي عن الريسبتيف بيكون عم يتلقى، بس كمان في الميوزيكوثيرابي أكتيف يلي الشخص فيها بيقدر يستعمل بيركاشنز معينين، هيك مش ضروري أنه يكون دارس موسيقى، بس بيقدر يعبر بالصوت كمان بالشان أو حتى بالرقص يعني مع الموسيقى. فكل هول ممكن يخلوه أول شيء يرتاح مع جسمه، تاني شيء يلاقي هدف جديد بحياته يعني ووسيلة جديدة بحياته تخليه يقدر يعبر عن الستريس وعن الضغط النفسي الموجود جواته. ففي أنواع كتير. إمتى بتقرروا أي نوع من الميوزيكوثيرابي أو علاج الموسيقى بتستعمله لأي نوع من الأمراض أو الحالات؟ حسب نحن شو المطلوب يعني من هيدا العلاج. في أشخاص عندهم خمول معين من وراء اكتئاب أو من وراء حالة نفسية هيك بتجمدهم، نحن بحاجة نعملهم ميوزيكوثيرابي انرجيتيك، يعني بتعطيهم طاقة، بتعطيهم حب للحياة. أما في أشخاص يمكن يكونوا بحاجة أكتر أنه يروقوا، يهدأوا، يعملوا ريلاكساسيون. الموسيقى كتير تخليه انه يفوت بحالة استرخاء، ومن خلال هيدا الحالة الاسترخاء ممكن نشتغل، نحنا نقدر نفوت نشتغل على بعض الافكار، على بعض السلوك يلي مكتسبة وتعود عليها الانسان، مثل حتى الفوبيا، حتى الخوف، القلق يلي هو اوقات ما بيعرف شو سببه الانسان. شوي وشوي من خلال الموسيقى بنقدر نوصل. تستعمليها بالكلينيك عندك دكتور كارول الموسيقى؟ اكيد ما في مهرب من الموسيقى، يعني دائما حتى لو ما كان الواحد عم يستعمل بس الميوزيكوثيرابي كعلاج، ممكن انه يستعملها ببعض الامور مثل ما قلت بالاسترخاء اكثر شيء، كرمال نقدر نعود هذا الشخص على نمط حياة جديد. شو هي الانواع المضره؟ قلتي في موسيقى بالعكس بتضر، شو بتقصدي بالضر؟ يعني اي نوع ضرر بتعمل؟ هلا اليوم اكيد مش من الموسيقى يلي بيستعملوها الثيرابوت، بركي من الموسيقى يلي شوي صاخبه، شوي درجه شوي عند المراهقين او اوقات بس ممكن. بس هن بحبوها ما بتزعجهم 100%، بس نحن عم نحكي ولا مره بنعمم ولا مره بنقول انه بتضر بشكل عام. بتضر يمكن ببعض الشخصيات يلي عندها تهور، عندها ديجا بريديسبوزيسيون أو استعداد للكوندويت عريسك، أو الإنسان يقوم بخطورة معينة، فالموسيقى هيدا اللي بتحمس واللي كتير بتخلق هيك صخب عند الإنسان ممكن أنه تكون مضرة ببعض الأحيان. يعني بتخليه يتهور أكتر أو يسرع بسيارته أكتر أو هيك بتقصدي؟ 100%. أو أنه كمان في موسيقى، يعني اليوم ما فينا ننكر أنه دراسات كتير ربطت بين نوع موسيقى واستعمال الدروغ أو استعمال المخدرات. يعني كمان في أنواع من الموسيقى هي بحاجة أنه تكون مدعومة إذا بدنا نقول هيك ببعض الحبوب، وكمان هذا موضوع ما فينا نقول إنه هون عم بتفيد. وكمان أوقات الإنسان هو بحس إنه في أنواع ميوزيك ممكن توطي له المود أو تنزل له. صح، أنا الميوزيك الكلاسيك بتعمل فيه هيك. فوالا، أو حتى الكلمات بالميوزيك كتير مهم نسمعها نعرف، لأنه الكلمة لها باور كتير كبير، ممكن تفوت على الدماغ وما نعرف نحن تكون عم تحكي دماغنا وما نحس، تكون عم تحكي معنا وما نحس. وحتى في دي ميوزيك سوبليمينال ممكن إنه يمرقوا مساجات معينة درجة فترة بالسوبر ماركت وهيك حتى العالم يقدروا يشتروا. فالموسيقى يعني كتير موضوع شاسع وعم يستعملوها بكتير أمور، أوقات كتير منيحة أوقات ممكن. قد ايه مستعملة بلبنان ميوزيكوثيرابي؟ ما كتير لأنه ما في فورماسيون يعني بحد ذاتها ميوزيكوثيرابي. الفورماسيونات عادة بتكون يعني الإنسان بده يسافر حتى يعملها، بس نحن عم نسعى أنه شوي وشوي نقدر نبلش هيك نستعملها أكثر وأكثر، لأنه عم بتبرهن عن أهميتها حتى ببعض الحالات الجسدية، يعني قد بتقدر تشيل الوجع، قد
بتقدر تحل محل أدوية كتير يعني مهدئة منه بحاجة لها الإنسان. أوقات يمكن بالموسيقى بيقدر يستغني عنها. شو التبس اللي بتعطيهم دكتور كارول للناس اللي ما عندهم مشاكل نفسية يعني بس يستعملوا الموسيقى بشكل إنه تهديهم تروقهم؟ في وقت معين أحسن من وقت واحد يسمع الموسيقى؟ في نوع موسيقى معين أحسن تنصحي فيه ولا لا؟ أنا بهذا الموضوع بقول إنه الإنسان لازم يلحق هيك في نفس عند الإنسان ممكن إنه يلحق شعوره الداخلي. ودائما في وقت للموسيقى ولازم إنه تكون مرافقة الإنسان، لازم ينتبه على الموسيقى اللي عم يسمعها، ما تكون موسيقى بتجر إلى الاكتئاب لأنه نحن بنعرف بظرف ثواني ممكن تغير له موده للإنسان. وإذا كان حاسس حاله مكتئب أو عنده أي هيك، كل إنسان بيمرق فيها مود سوينجز ولا منه مرتاح، يعرف انه من خلال الغناء حتى لو مش صوته حلو، من خلال الموسيقى اذا شوية سمع الموسيقى عمل شوية ريلاكساسيون بيقدر يغير كتير امور بحياته، بيقدر يحسن أكيد. من موده أكيد. اكثر شيء نفعت باي حالات العلاج بالموسيقى الاوتستيك ديبرس سكيزوفرين باي بولر، مين اللي اكثر شيء انتفع من هالعلاجات؟ اكيد نحن عم نحكي عن اللي بينتفع بشكل سينيفيكاتيف، يعني بنغير الحاله ونتحسن كثير بالحالات العصبيه يعني النيفروتيك مثل الاكتئاب مثل القلق بهول الحالات. هلا بحالات النفسيه انفصام بالشخصيه الباي بولر فينا نقول انه بتحسن لهم الكاليتي دو طبعاً، بس أكيد ما بتودي إلى علاج كامل. وبالأوتيزم لقوا أنه من بعد شهرين تقريباً على استعمال الموسيقى بشكل دايم في حالات صار يقدر يتواصل فيها الإنسان أكثر من قبل بكتير، تحسنت كتير يعني الكاليتي تبع الرلاسيون انتربرسونال عنده. يعني حلو الموسيقى كيف ما كانت حلوة، حلو العلاج بالموسيقى. حناخد بريك ومن بعدها رح تلاقيكم ستيفاني، خليكم معنا.